اليوم يا اجمل حضور واجمل الالحان نزل فاتهاني وتبارك تحلالي من بعد عدة شهور نهدي هذا القفان وطيف السعادة يجول اليوم في العالي اليوم يا اجمل حضور واجمل الالحان نزل فاتهاني وتبارك تحلالي شور نهدي هذا القفال وطيف السعادة يجول اليوم فالعالي ألا يا شعري يسمع واستمع وانصت الأذان وهدي لنا وفق وفي من أشعاري تخرج ولد نصار بفعول وبالبرهان ومبروك يا نواف تحقيق الأمالي تخرج من الدفاع وغصاب بحال أركان رقيب ونبارك له تبارك تذكاري تخرج نهلف ويصول في المدار تعلم مبادئ العسكرية والانزال إلى منه تهيأ بسلاح يسمع الطرشان يشيل البندقية والخطاوي ولا يبالي يشوفه بالمسير وهبته هبته السلطان خطوات عسكر منها تهتز الجبال تجيب التفوق الكف وانتهك حلال مبارك يغطي من ينافس تهيأ جوال 0505